هذه وزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة عمليات توريد القمح. قامت مديرية التموين بالدقهلية بمتابعة عمليات الحصر بمركز ديكرنس، وإلزام كل فلاح بتقديم ما يفيد توريده للحد الأدنى من القمح، وهو 12 إردب عن كل فدان. احنا عندنا 262 ألف فدان مزروع قمح، مستهدف منهم 460 ألف طن. النهاردة وصلنا 282 ألف طن، استلمناهم بمواقع التخزين بتاعتنا، وفي 25 ألف طن خارج المحافظة، وجاري الاستلام حتى تاريخه ولنهاية الموسم إن شاء الله في 30/8 بإذن الله تعالى. عندي ده الموقع على سبيل المثال للحصر اللي احنا فيه ده، بيتوسط منطقه زراعيه زي ما انتم حضراتكم شفتم واحنا جايين، فكان لزمن علينا امتلأ مره خد 1600 طن وتم صرفهم، وبنستلم لتاني مره فيه تم وصول المستهدف فيه ل 1500 وجاري الاستقبال حتى تاريخه ان شاء الله، وهنفرغ يعني هنفرغه ونحتاجناه ثالث مره هنستقبل فيه باذن الله. احنا بنعمل ايه؟ احنا عندنا حصر على الطبيعة بالمساحات والاسماء، بنتابع مع الناس دي ومنبهين عليهم، كل فلاح سلم كمية بتاعته ووردها اما لمضارب او منافذ استلام للقمح بياخد منها ايصال، مفروض الايصال ده يسلم صورة منه للجمعية الزراعية. طيب لو في حالة ان هو باع لتاجر بياخد ايصال من التاجر باستلام الكمية دي وبيسلم برضو صورة منه للجمعية، واحنا بناء على صور الايصالات دي بنتابع بناء للمساحة وهل الكمية الموردة تناسب المساحة بحد ادنى 12 ارداب للفدان كما تم تقريره. ووزارة التموين اصدرت حوافز حتى للموضوع ده، يعني قال لك ان اللي هيورد ال 12 ارداب هيبقى له حافز، ده غير الحافز اللي اصدره رسالة الرئيس في التوريد ال 65 جنيه، ان كل ارداب تم توريده طبقا للقرار الوزاري اللي هو 12 ارداب على الفدان، كل ارداب المزارع هياخد عليه 10 كيلو ردة خشنة. طب فيما زاد عن ال 12 ارداب؟ فيما يزيد عن ال 12 ارداب كل اردب هيتحسب ليه 10 كيلو رده خشنه، فبالتالي ده حافز كبير جدا، خاصه وان احنا كلنا عارفين ان اسعار الرده في السوق القطاع الخاص بره اسعارها مرتفعه جدا، فده هيوفر جزء كبير جدا من احتياجات المزارعين. احنا حضرنا لقاء مع السيد وزير الزراعه وقال تجيبوا 12 اردب وسته ليكم. الله وكيل فلاح ما ساب عنده حبايه في بيته. فلاح وطني. ما هو وعايز يبيعهم اصلا عايزين فلوس، وبعدين انتوا بتاخدوا القمح تدوا لنا عيش مخبوز بيه بلا. لمينا القمح من الفلاحين بكميات كبيره جدا، يعني اللي كان عنده مثلا المفروض ورد 12 ارداب بقى يجيب اللي عنده 15 17 18، لان في بعض الناس يقول لك هنسيبها لان القمح النهارده ارخص من سعر الرده، نقول له لا، لان القمح انت لو طحنته للمواشي المواشي ممكن تموت، انما ده حاجه لازم ترجع تاني للمواطن، انت الدوله بتاخدها منك بفلوس بترجع لك ببلاش، بيسال الريف خمس ساغ، يعني يعتبر ببلاش ما بتاخدش منك حاجه. تضمنت حمله مديريه التموين زياره لمخازن الجمله بمركز ديكرنس للتاكد من توفر السلع التموينيه، وكذا متابعه بدء صرف المستحقات التموينيه عن شهر يونيو والتي بدات صباح اليوم. عندنا كميات من السعر الاستراتيجيه زي الزيت والسكر والرز والمكرونه بتكفي لثلاث شهور. غير تاني في مخازن فيها كميات استراتيجيه دي ما بنستعملهاش الا في وقت اوقات معينه بتكفي ست شهور. انما السلع اللي بيتم صرفها شهريا دي منها سلع موجوده تكفي شهرين ثلاثه ان شاء الله. اسعار المنظومه التموينيه ثابته من شهر 4 شهر 5 وفي شهر 6، النهارده في بدايه الصرف 1/6 اسعار المنظومه التموينيه ثابته كما هي، ولا يوجد اي تغيير في اي صنف من اصناف سلع المنظومه التموينيه. قدام كميات الرز الموجوده في الفرع، فرع فيه كميات رز بتغطي استهلاك المركز لمدة شهر ونص أو شهرين، وبالسعر الرسمي الموجود من وزارة التموين ب10 جنيه للمستهلك، ولا يوجد أي تغيير في سعر الرز. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي.